أصالة تستعد لتصبح جدة لأول مرة. تستعد الفنانة أصالة نصري لاستقبال حفدها الأول من ابنتها شام الذهبي. نشرت شام الذهبي بنت الفنانة أصالة مجموعة من الصور على حسابها الرسمي بموقع انستجرام، وظهر عليها الحمل حيث بدأت في مراحل متقدمة. وعلقت شام على الصور قائلة: نحتفل بحفل خطوبة ابن عمنا. لاحظ متابعي شام عدم ظهور والدتها أصالة بجانبها، حيث ظهر أبناء أصالة فقط، كما أعرب المتابعين عن فرحتهم بخبر حملها.